في حاجة مهمة جدا عايزين نتكلم مع بعض فيها، موضوع رمضان. لما موضوع التبرعات اللي بتحصل في رمضان، منها البرامج اللي هي بتعرض وتتسول على الناس، في برنامج بيبقى معمول عشان يتسول على الناس. انا طبعا مش عايزة اقول، انا عارفة كل المصريين وكلنا عاطفيين وكل حاجة، بس على الاقل اللي يعمل برنامج ويجي عايز تبرعات للناس دي كتر خيرهم وشكرا، بس اديني رقم ادينا رقم الراجل ده او الست دي، ما عندهاش تليفون اكتب لنا العنوان. اللي حضراتكم عشان نعمل تتصدق او تدي لحد فلوس عشان تكملها بقى، مش يا اما تروح حضرتك يا اما تاخد التليفون وتعرف المكان فين، عشان ما تشجعش الناس تاخد الفلوس دي. في بعض البرامج بحس انها ما بتوصلش فلوس، دي حقيقة. تاني حاجة وحاجة مهمة جدا، موضوع التبرعات الكتير قوي اللي حصلت في مصر، موضوع المستشفيات. طبعا الموضوع خد ما فيه الكفاية في الاعلام. فعلا الموضوع ده ما كانش مريحني جدا، بس كنت بين ايه، يا ترى انا لو قلت كده ابقى اخدت ذنب، يمكن ما يتبرعوا فعلا واحد بس يبقى كويس، او واحد يخف او بتاع. الموضوع كان اوفر جدا 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 في رمضان. بس الغريبه في الموضوع باختصار كده، اللي يعني نقطتين كده عايزين نتكلم فيهم. طب ليه تبرعات ما تروحش المستشفيات الثانيه اللي هي ابو الريش والمستشفيات اللي حضراتكم بتبقوا متاكدين وانتوا داخلينها ان فعلا الناس دي محتاجه حتى سرنجه، هنا شويه وهنا شويه. لو انتم متاكدين المستشفيات اللي بتطلع دي فعلا بتستقبل مرضى، فهنا شويه وهنا شويه عشان ما بقاش قطعت خالص. لكن في حاجه بقى مضايقاني جدا ودايما اتكلم فيها، انا بحب رجل الدين يبقى في مكانه، محدش يستخدم رجل الدين، ورجل الدين لازم يحترم قيمته عند الناس. ما تطلعش تعمل لي اعلان وتقول لي هي ما بتقفلش في وش حد البيبان، وحضرتك هي ما كانتش اتبنت اصلا، يعني عمرها بيطلع بيقول لك عمرها ما قفلت البيبان في وش حد، حضرتك هي اساسا ما اتفتحتش ولا اتبنت عشان انت تقول كده. ليه بتهزوا منظر رجل الدين؟ يعني ممكن نقول الممثلين المطربين مش عارفين الموضوع وحابين يشاركوا بده، لكن رجل الدين ده لازم كل كلمة تطلع منه تبقى بحساب، وكل حاجة يعملها بحساب. ظهورك ده هيشجعنا ان احنا، طب تدفع في ايه اصلا المستشفى ما اتبنتش اساسا. فنفسي قوي موضوع رجل الدين ما يتحطش في موضوع، وانا زعلت جدا من الشيخ ده، يعني جدا، يعني حط نفسه في وضع مش مظبوط لرجل الدين. عيب يعني، خليكم انتوا في حتتكم بقى، بلاش كده، بلاش اللخبطه دي، بلاش اللخبطه دي بجد. نرجع